طبعا نادي الحال احتكر جميع بطولات الطائره حوالي 10 سنوات من تاسيس كره الطائره. قبل تاسيس كره الطائره كان نادي البحرين يشرف على الدوره الصيفيه في الصيف. طبعا ابراهيم الدين كان لاعب من لاعبي نادي الحال في كره القدم. عقب ذس ابراهيم بلاير اول يسمونه الاتحاد الرياضي البحريني، وهذه رساله بقبولي في تحكيم كره القدم. وهذه اول دوره رحنا فيها في الاسكندريه 68، نظمها الاتحاد الكويتي والاتحاد المصري لكره القدم في الاسكندريه في نادي الاتحاد الاسكندري. وهذه حصلنا على شهاده الترقيه من الدرجه الثانيه الى الاولى. بدا ابراهيم الدوري حكم درجه اولى تقريبا من سنه 68 ل 72. من عقب 72 ابراهيم الدوري حصل على الشهاده الدوليه الفيفا. هذه تسليم الشهاده من قبل وزير الشؤون الاجتماعيه العمل والشؤون الاجتماعيه سابقا السيد جواد العريض. هذه رساله من فيفا شهاده فيفا. الدوري ساهم في دوري الاتحاد المحلي درجه اولى، درجه ثالثه، درجه ثانيه، درجه اولى الى الدوري. ابراهيم الدوري شارك في دوري الامارات من 75 ل 81، كنا نروح الخميس والجمعه نحكم ونرجع، نحكم ونرجع طول هذه السنوات، حوالي 6 سنوات تقريبا. الحمد لله حصلنا على يعني تقارير جيده، وحكمنا في النهائيات، حكمنا دور قبل النهائي، وفي حكايات مثل ما تفضل الاستاذ مع سمو الشيخ محمد بن زايد. لما جه واحد من لاعبين العين في مباراه اثناء مباراتهم مع نادي عمان من راس الخيمه، فاز فريق عمان على العين 4-0. بعد المباراه في واحد من لاعبين العين تهدد يبي يعتدي على الحكم، تدخل سمو الشيخ محمد بن زايد وقال لي مسكني من يدي، قال لي ما عليك مني يا ابراهيم تعال، وصلنا لحجره التبديل. دورة الخليج الأولى طبعا بفضل دورة الخليج الأولى هذا الشخصية سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد ذاك الوقت ووزير الداخلية. الدورة الثانية سنة 72 شارك وحكم مباراة بين منتخب الإمارات ومنتخب الكويت، والمباراة الثانية بين منتخب قطر والامارات. 79 مبارتين كذلك حكمتها، المباراه الاولى الامارات ويا السعوديه، والمباراه الثانيه العراق والسعوديه، وكانت اقوى المباريات ولله الحمد يعني توفقنا فيها. وهذا تقرير من رئيس مندوب الاتحاد الدولي الفيفا اللي كتب عن ابراهيم الدوري، تقرير يشرف الحكام العام. طبعا اول كنت شارك في دوره الالعاب الاسيويه في طهران، وحكمت بعد كذلك اقل مباراه من ضمنها مباراه كوريا ويا ايران والعراق ويا الصين، يعني المباراه كانت الحمد لله قويه، كانت ماشيه من احسن. في عام 1978 اخترت من ضمن الحكام اللي شاركوا في نهائي كاس اسيا. هذا ابراهيم الدول وهذا حكام كاس اسيا، وحكمت اقوى المباريات في الدوله، أقوى مباراة في المجموعة للتأهل إلى النهائي بين العراق وإيران، كانت الحمد لله مباراة قوية وكان التحكيم عبر المباراة. دورة نهائي شباب آسيا في الكويت 75 هذه بعد كذلك شارك فيها، والأهم من دورة كل هذه نهائي كأس العالم اللي طبعا هاي شرف كل حكم يوصل لهذه النهائي. وهذا طبعا اول حكم خليجي بحريني يشارك في نهائي كاس العالم، وشاركنا في مباراه تحكيم ومراوغه. هذه اللي دائما الناس تحكي عنها المباراه، مباراه بين سانتوس ومنتخب البحرين في على ملعب استاد مدينه عيسى
يوم الجمعة 16 فبراير 1973. يتحجون دائما ويقولون شلون ابراهيم الدوي عن ذنب بيلي. طبعا بيلي من ضمن، انا اعتبره من ضمن اللاعبين الموجودين، يعني اي قرار ياخذه هو وغيره كله تعتبر نفس الخط. فبيلي عمل حركه يعني غير مضبوطه، يعني مثل ما تقول نعتبرها عن سوء سلوك، فصفرت عليه. لما صفرت عليه اعترض، لما اعترض اعطيته الانذار. الانذار هني شوف، احنا البحرين اول جول مسجلين البحرين سجله سليم، اللاعب سليم الرفاع، سليم مبارك، ما عجبه طبعا، جايين من الكويت مغلوبين ويوم البحرين واول جول عليهم، فجمع لاعبين وقال يعني على اساس يعطيهم دافع واكثر يخليهم يتحركوا بالملعب. فاول ما بدا بحركه فاول صفرت عليه احترض، اعطيته الانذار، ضايع الجمهور شلون ابراهيم الدوي يعطي بيلي الانذار. بيلي لاعب من اللاعبين يعتبر، ما علي يعني اعامل كاي لاعب اخر. وهاي القصه طبعا الكل يتذكرها. شوف من سنه 73 لغايه الان جلاله الملك الله يحفظه اي مناسبه اي لقاء معه لازم يتذكر انذار بيلي. و في زيارة لرئيس وزراء ماليزيا السابق في العيد الوطني عام 2017 زارنا رئيس وزراء ماليزيا، وفي أثناء هذه اللقاء وجلالة الملك الله يحفظه يسلم علينا وعرف رئيس وزراء ماليزيا بإبراهيم الدوي الحكم البحري أعطى بيلي إنذار. وهي طبعا يعني يعتبر ذكرى ما تنسي لجلالة الله. وهذه سمو ولي العهد كذلك أي مناسبة يتذكر فيها دائما يقول لي ذكرنا عن سالفة إنذار بيلي. في مباراة نهائية بين ناشئي المحرك وناشئي نادي الهلال قبل مجلس التعاون 4 سبتمبر 1986، الفائز نادي المحرك 2-0 تحت رعاية سمو ولي العهد الله يحفظه، كان هو يعني توه شاب، فتحت هذه المباراة تحت رعايته وفاز المحرك في هذه المباراة. وهذه الصورة توضح لسمو الأمير توزيع الجوائز على لاعبي الفريقين. وهاي إبراهيم الدوب جنبي يسلم له الهدايا. الشيخ سلمان، سمو الشيخ سلمان أو صاحب العظمة الشيخ سلمان تحت رعايته هذه المباراة، وهذا كان درع مباراة على ملعب مدرسة الهداية الخليفية بين أعتقد المحرك والجيش البريطاني. فهذا الحضور أخو الشيخ عبد الله بن عيسى ومحمد بن عيسى موجودين فيه. هذه جلالة الملك الله يحفظه كرمنا في سبتمبر 2002 وحصلت الحمد لله على أعلى وسام، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. وهذه يعني اعتز به، هذه التكريم اعتز به وافتخر به، لأن جلالته الله يحفظه ما نسى، ما نساني ولا نسى الرياضيين السابقين، دائما يتذكرهم. هو صاحب الفرض في طبعا دعم الرياضة والرياضيين. الشيخ عيسى، وهي سموه الشيخ محمد بن عيسى رئيس الاتحاد ذاك الوقت، كان إبراهيم الدوي على أعماله التي قام بها أثناء التحكيم والإدارة لما قام بالإدارة. وهذه الصورة تشمل تكريم الرئيس الأول للرياضي اللي هو تتبع الأسامة الكبار، هذه قدام الرياضي موجودين في هذه الصورة.